من الخبيرة في شؤون النفط والغاز في لبنان والمنطقة لوري هايتايان عبر تطبيق زوم. صباح الخير. صباح النور. من الصبح يعني كنا ناطرين بطبيعة الحال رأيك، كنت عم تحطي أكثر من تويت صباحا. الانطلاق من هاو التويتات والدخول، يعني حضرتك في خيبة أمل بطبيعة الحال من التويتات تبعك، شو تعليقك على هذا الاتفاق الثلاثي أو الاتفاق بشكل عام بين كل الدولة اللبنانية على موقف موحد رغم أنه كان في هناك خلافات كثيرة تحت الطاولة؟ هو لا شك أنه لازم كل يعرف أنه كانوا داخلين على المفاوضات أو داخلين يعني بهاي المرحلة اللبنانيين أو السلطات اللبنانية متفقين أنه خلاص الخط 23 هو الخط الأساسي، وهن بدهم كانوا عم يحكوا عن الخط 29 أو عم يهددوا ويعلوا النبرة فقط لأنه كان بدهم يحسنوا من العرض اللي قدمه أموس وكستين من 4 أشهر. نعم. يعني نحن عارفين بهذا العرض من 4 أشهر، ولكن السلطات اللبنانية كلهم ما حدا عم بيعمل شيء، ساكت على الموضوع. كان لحديت ما وصلت سفينة المنصة العائمة تذكروا أنه في وسيط أمريكي وتذكروا أنه في عرض قدمه أموس وكستين، وصاروا أنه بدهم يجي على بيروت فيعرضوا معه أو تيردوا عليه على العرض اللي قدمه. نعم. ليش كتبت وشو يعني تفسيرا مرسوم يوم 427 وكاريش 10 فقط للتاريخ؟ لأنه التاريخ حيذكر هيدي المرحلة صارت موثقة على تخلي الدولة اللبنانية عن حق بالخط 29 وعن إمكانية كنا أن نواجه الإسرائيليين عبر المؤسسات وبالقانون وبالتقنة. اليوم حيتذكر التاريخ أنه نحن رضخنا للأمريكيين ولا للإسرائيليين، ورفضنا نروح على تعديل المرسوم اللي كان رح يعطينا قوة مواجهة بالقانون وبالتقنة وبالترسيم وبالمفاوضات. رفضنا نعمل هذا الشيء ورضخنا للأمريكي ورضخنا للإسرائيلي، وفضلنا مثل العادة تحتاج تزعل توقف عن أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين رسميين وغير رسميين. فضلنا البزار. نعم عم تسمع دكتور حسام مطر، يمكن عم بيسألك إذا رح تقطع على إيه؟ عملتي موقف مهم، موقف كتير مهم اللي عملتي هلأ، أنه أنت عم تقول الأمريكيين عم بيعتدوا على الحقوق اللبنانية بمساندة للموقف الإسرائيلي، وعم بيقول عم بيسألك يعني أنت بسلوكك السياسي والإعلام بالفترة المقبلة ستعتبرين الولايات المتحدة معتدية على بلادك ورح تتصرفي على هذا الأساس، صح؟ لا أنا بعتبر أنه دولتي هي المسؤولة عن بدنا الدولة ما منيحة، شو بدنا فيها؟ ما انتم معارضين للدولة، عم نحكي قلتي موقف عن الأمريكي كملي للأخير. عم بحكي استاذي ما تضيع الشنكاش، بكفي اللي عملتوه والعرضات اللي عم تعملوها واليوم عم تبيعوا للعالم. على السؤال يا دكتورة يا استاذ عم اقول لك، انا بعمل مسؤولية لدولتي اللبنانية، انا لا خصني بالاسرائيلي ولا خصني بالامريكي. انت هلا قلتي على الولايات المتحده اعتدت على الحقوق اللبنانيه، مش قالت هيك ولا اني عندي التباس؟ انا عم بقول دولتي اللبنانيه تخلت، ماشي نحاسبها للدوله اللبنانيه 29. جيد. انا بدي حاسب دولتي اللبنانيه. جيد. انت عم تقولي الامريكي اعتدى على الحقوق اللبنانيه ولا لا؟ هلا قلتي هيك، كيف لا؟ امريكا عم بيعمل مصلحته، الاسرائيلي عم بيعمل مصلحته. قلتي اعتدى، قلتي هلا انت قلتي الامريكيين اعتدوا على الحقوق اللبنانيه وتنحازوا الى اسرائيل، انت هلا قلتي هيك. واذا راجعي الفيديو قلتي هيك، شو المترتب عليك كمواطنه لبنانيه للتصرف اتجاه الامريكيين اللي بتلتقي بجزء منهم؟ هل ستتصرفي على اساس ان الولايات المتحده دوله معتديه على ثروات بلادك ولا لا؟ ليش بدك السؤال. ليش بدنا نروح على هيدي التطرف بهذا؟ عم بقول في دوله اعتدت، شو نحن عم نقول شعر ونزيد مواقف بالهواء؟ المطلع بيع مواقف للعالم، كل موقف له متطلباته وله مستلزماته، مش جايين بس نطرق شعارات. الدوله اللبنانيه هلا انا وياك بنقول قديش هي سيئه وهي استاذي بمعارضه، وبرافو عليها ويعطيها العافيه، ما في مشكله. هلا ما رح نعمل نقاش بالموقف الامريكي. لا قالت شيء كثير مهم، عم نحاول نساعدها، قالت شيء كثير مهم وممتاز عم نشجعها. دكتور مطر ما تحول كلامي دكتور مطر، اذا بتريد انا عزوم وانت صار لك ساعه عم تحكي، واكيد هو الضيف الاساسي بيحكي ساعتين، الضيف الاساسي بيحكي. هلا نحن خلص وقتنا بصراحه، وبحاجه عن جد نعرف موقف برايك وبمعلوماتك وبالتويت اللي حطيته
غطيتيه عن اللقاءات اللي صارت، هناك صفقة ما أجريت من فوق الطاولة واضح بين المسؤولين اللبنانيين والأفرقاء الأمريكيين والفرنسيين والإسرائيليين وإلى آخره. أنا بعرف أنه كانت الطريق معروفة شو هي، لنحصل حقوقنا نحن ولنربح بهالترسيم الحدود ونكون اشتغلنا حسب المؤسسات والقوانين والتقنيات. فضلنا نروح على البازار، بالبازار في شيء ما بقى في معايير، بالبازار كل شيء صار مسموح، بالبازار ما في معايير اليوم، لا موجودة قانا اللي قاعدين عم نتداكش عليها، ولا معروف على أي أساس عم نطالب بهدول الخطوط اللي عم نطالب فيهم، شي تحت 23 شي فوق 23. الواضح الوحيد الإسرائيلي والأمريكي قالوا له لبنان نحن فقط ما نقبل بنحط عرض على الطاولة إذا قبلتوا أنتم بالخط 23 وتخليتوا عن الخط 29، وهذا ما فعلته حكومتي. أنا حكومتي بدي حاسبها، لا بدي حاسب الإسرائيلي ولا بدي حاسب الأمريكي، أنا هذوليك معروفين. هذه نظرية غريبة عجيبة هلا. ولماذا قلت توتال؟ نظرية غريبة عجيبة، لا لها علاقة بالسياسي ولا شيء، عم تهربي وبس. لا نستطيع التهرب من المسؤوليات، حكومة اللبنانية اليوم متخلية عن دورها، حكومة اللبنانية تخلت عن حقها، ما في أنا إجي لوم الأمريكاني والإسرائيلي وقت أنا عم بتخلى عن حقوقي وعم بقبل إنه أقبل على الخط 23، هيدا هو الواضح اليوم، ما بقى فينا نكذب على العالم. ماذا قصدت بتقاسم الموارد؟ يا سيدتي العرض اللي جاي من قامو سوكستين اللي صار بأربعة شهور وما كانوا ناسيينه، بيقول تقاسم الموارد على قانا. إذا اكتشف قانا اليوم حسب خريطة قامو سوكستين هي بدها تتقاسم، لبنان وإسرائيل بدون يتقاسموا الموارد. طبعا كان في مواقف بتقول إنه لبنان لا يقبل بتقاسم الموارد، هذا كان من عند حزب الله، طيار الوطن الحر ما عنده مشكلة يتقاسم مع الإسرائيلي وهذا قلوب العالم كمان. اليوم لبنان عم بيحاول يحسن موقع التفاوض تبعه وعم بيحاول انه يقول لا كل قانا لإلي وكل 860 كيلومتر لإلي بلا ما ياخذ اي خطوه او يضغط على الاسرائيلي او الامريكاني. هيك يعني الاسرائيلي الامريكاني جايين يقولوا لهم ايه تفضلوا خذوا بقى على المصري، اللي عم يقولوا انه قد يضغط عليهم حاطين موقف المقاومه بيظهر. انت مش عم تضغطي اول شيء، انت مش عم تضغطي 29 يعني اللي عم يضغطوا بدهم حق القانا، حاطين موقف المقاومه معهم عم بيستفيدوا منه للضغط على الاسرائيلي. فعلا ما خلص وقت الحدث 29 وبدك المقاومه وبدك تحكي على الامريكان وبدك تزعلي من الامريكان وبدك 29 يا ستنا لشو طلبتوا ورقي اذا بده يقفشني؟ نعم انا فعلا ما معي وقت وبحاجه عن جد للموقف، خصوصا انه تحدثتي عن شركات تنقيب وشركه توتال اللي كانت موجوده اللي تراجعت ايضا ولا يعني ما استكملت عملها. بعتذر يعني الوقت يمكن نقدر كنا نستفيد بالحوار ولكن الوقت على اخر وخلص حتى. بس خليني اقول اذا يمكن قد يصلوا الى تفاهم انه يقبل لبنان بعرض قامو سوكستين مثل ما هو، ولكن يقترن ذلك مع ضمانات من شركة توتال أنها ستبدأ الحفر بأسرع وقت ممكن. لا هو بهالطريقة بيكونوا بهالطريقة بتكون المنظومة حطت إنه عملت انتصار، لأنه كل اليوم عم بيقول إنه لازم نقبل بحي شيء لأنه لازم نبلش بالتنقيب لأنه الإسرائيليين والمصاري والبقية بالمحيط عم ينتجوا. وقد يكون هذا هو المخرج اللي يفكروا فيه تيطلعوا تيبرروا إنه ليه نحن رح نطلع أمام اللي نحن قبلنا بالخط 23 أو قبلنا بالعرض اللي قدمه قامو سوكستين. نعم. فقط الأيام بكرة رح تفاجئ إذا هي هي الخطة اللي عم يشتغلوا عليها أو لا. نعم ننتظر. الخبيرة في شؤون الطاقة لوري هايتايان أنا بشكرك لوجودك معنا.